يا محمد كمان نعرف رؤيه فنيه للكابتن الكبير كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا هاني، ازيك يا هاني؟ منورنا يا كابتن، اهلا بيك. ربنا يخليك يا هاني، ربنا يخليك حبيبي. طبعا اكيد اتفرجت على منتخبنا خلال الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وكلنا كنا اكيد بنتابع كمان مباراه منتخب الجزائري امام منتخب ساحل العاج. أولا يا كابتن عايز أعرف رؤيتك الكلية الفنية في ثلاث مباريات أو في دور المجموعات للمنتخب المصري لغاية دلوقتي، شايفها إزاي يا كابتن؟ إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في 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 الحقيقة يعني في التشكيل وفي توظيف اللعيبة كبيرة جدا. يعني إحنا عندنا، على فكرة إحنا عندنا منتخب كويس وعندنا نجوم كويسة ونجوم تقدر تعمل بيهم حاجة كمدرب، لكن للاسف الشديد التشكيل بتوظيف اللعيبه في غير مراكزها يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. طب يا كابتن يعني عايز اسالك، حضرتك مدرب كبير وعايز اسالك سؤال، يمكن يعني سؤال فني شويه. انت كمدير فني لما بتلاقي، يمكن كل مدير فني بيعتمد على طريقه لعب معينه، طريقه اللعب دي بتعتمد على الادوات، على اللعيبه، على امكانيات اللعيبه الموجوده. انت شايف 4-3-3 هي الطريقه الامثل بوجود او بالعناصر الموجوده للمنتخب المصري دلوقتي، ولا كان بالاقدر وجود لاعب زي محمد مجدي قفشه للعب حتى في فترات معينه؟ ممكن تلعب 4-3-3، لكن وارد جدا مش كل فرقه بتلعبها بنفس السيستم، يعني في فرقه بتلعبها ممكن تلعب بثلاثه، ممكن تلعب باثنين ارتكاز ويكون عندك صانع العاب. هل فعلا المنتخب المصري بيفتقد هذا المحور الهام جدا وهو رقم 10 في البطوله الافريقيه؟ اكيد يعني بنسبه 100%. يعني اعتقد انت بتتكلم في حاجه يا هاني واضحه لكل الناس وواضحه لنا في خلال الموسمين الاخر. مجدي قفشه زي اولا لو انت بتختار افضل لعيب محلي افريقي، اعتقد مجدي قفشه يخش في الحته ديت، ويعني بيتحكم في رتم اللعب وبيصنع لعب وبيعرف يربط بين الخطوط، مهم جدا جدا. حتى يعني ده كان المفروض ان هو يبقى موجود رقم 10 ويلعب اساسي كمان، لا في طريقه ان انت هتلعب ب 4-2-3-1. لكن حتى يا هاني تطبيقه ل 4-3-3 ده بيعمل حاجات غريبه. يعني هقول لك حاجه، يعني مباراه نيجيريا احنا نص الملعب متاخد مننا خالص، لانك انت بتلعب بحمدي وحمدي كان بيسقط، حمدي فتحي وحمدي كان بيسقط عند الونش وحجازي، وفي نفس الوقت انت عندك الاثنين 8 عامل النني وعامل تريزيجيه طبعا يعني بعيد خالص، يعني كتر خيره واحد يعني بقى له 8 شهور وراجع من صليبي، يعني حتى هو باين في حركته باين في الوزن الزايد. طب انت النهارده لما تلعب بالنني وتلعب بتريزيجيه اللي راجع من اصابه ك8، انت فقدت نص الملعب بتاعك. يعني حتى وانت بتطبق هو بيطبق 4-3-3 ما بيطبقهاش صح. طب ما انت عندك لعيبه تعمل لك 8 بشكل كويس قوي في غياب السوليه، السوليه وهو موجود خلاص هو من افضل 8 موجود في مصر. لكن في المباراه الاولانيه حتى ما انت كان عندك انك تلعب زيزو بالثلاثه، تعمل حمدي فتحي وتعمل زيزو وتعمل، هقول لك حاجه يعني في لعيبه برضك نفس الحكايه، امام عاشور يعني برضه يقدر يعمل 8 بشكل كويس. صحيح مظبوط يا كابتن، تمام. يعني في مشكله ان انت حتى التشكيل وفي طريقه اللعب وانت بتوظف اللعيبه في طريقه اللعبه اللي انت هتلعب بيها، فدي كمان مشاكل كبيره. وده كابتن كمان بيأثر كمان على الخط الامامي، مفيش شك، يعني الربط بتبقى يعني دلوقتي بنتكلم على، انا في اعتقادي الشخصي خط هجوم مثالي، عندك محمد صلاح افضل لاعب في العالم، مصطفى محمد من افضل اللعيبه حتى اللي بتلعب بدماغها على مستوى افريقيا، لعيب مميز جدا، عندك عمر مرموش كمان بديل لعمر مرموش كمان ممكن يكون في رمضان يكون موجود، ممكن جدا تريزيجيه يرجع لمكانه الاصلي لان بيأدي فيه بشكل جيد. يعني عندنا 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 الادوات اللي ممكن نظهر بمستوى فني افضل يا كابتن. بالظبط يا هاني، يعني انا هقول لك حاجه، انا بتكلم على النني وبتكلم على تريزيجيه في مباراه نيجيريا وفي نفس الوقت اثنين لعيبه، وفي نفس الوقت انت لما دخلت محمد صلاح مهاجم وطلعت مصطفى محمد جناح خسرت الاثنين. يعني خسرت محمد صلاح وهو بتاع مهاجم وخسرت
مصطفى محمد انت بتلعبه جناح، مع مصطفى محمد ما عندوش اي مقاومات ان يعمل الجناح اي مقاومات. لا كابتن، كمان بعد ما اتكلم ان بعد ما ظبطنا الملعب على مستوى توظيف اللعيبه، يعني المباراه الثانيه لعب كل واحد في مركزه، لكن حتى في المباراه الثانيه ومباراه السودان الاخيره الشراسه الهجوميه مش موجوده بشكل كبير للمنتخب المصري، بالرغم ان احنا عندنا عناصر جيده جدا. طبعا طبعا، يعني فعلا زي ما انت بتقول يا هاني، احنا عندنا اقول لك حاجه، احنا يمكن في الفتره الاخيره كلها يعني حته اولا الروح القتاليه بتاعت اداء منتخب مصر مش موجوده بالشكل اللي احنا نحب نبقى موجودين عليه. بالنسبه للشراسه الهجوميه ده احنا يعني عندنا نجوم كبار جدا، يعني انت بتتكلم مثلا في محمد صلاح افضل ثلاثه لعيبه في العالم، بتتكلم في مستوى محمد كمهاجم، بتتكلم في محمد شريف اللي هو الحقيقه يعني افقدوا الفورمه البدنيه بتاعته والفورمه الفنيه بتاعته صحيح، والثقه كمان حتى في نفسه. اعتقد يا كابتن برضو اتناقش مع حضرتك في النقطه دي، اتنين لعيبه يمكن فقدوا الثقه في نفسهم شويه، وكانوا اعتقد عندهم من الخبره ومن المهاره ان هم كانوا يفيدوا المنتخب المصري. اولا محمد شريف كان اعتقد يعني نقدر نقول بديل مثالي لمصطفى محمد، وليه لا ان هو ممكن يبدا مباراه. على الجانب الاخر تتكلم على رمضان صبحي كمان على المستوى الخبرات، على مستوى افريقيا، على مستوى كمان القدرات، اعتقد ان هو كان ممكن يكون ورقه رابحه يستغلها يعني كروش في وقت من الاوقات المباراه. بالظبط يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان انت حتى مش كفايه ان انت حته توظيف اللعيبه مش كويسه، وفي نفس الوقت انت في نجوم، مش هقول لك بقى في لعيبه، في نجوم انت افقدتهم الثقه في نفسهم. النهارده محمد شريف الموسم اللي فات 22 هدف وهداف المسابقه، ويعني مش هداف المسابقه كمحلي بس، ده كمان كل مباريات اللعيبه في منتخب مصر كان بيأدي، كل المباريات اللي بيلعبها مع النادي الاهلي في دوري الابطال كان مؤدي وكان نجم وكان هداف، افقدته الثقه في نفسه. حتى انت لما تيجي تحتاج محمد شريف دلوقتي بقت مشكله كبيره جدا، يعني لازم تتعامل بقى معاه نفسيا من الصفر عشان ترجعه تاني لفورمته الفنيه والبدنيه والنفسيه. طب تعالى يا كابتن انا وانت نروح للي جاي، حضرتك اكيد اتفرجت على مباراه ساحل العاج والجزائر، وقد ايه ان المنتخب العاجي وصل بمستوى على مستوى السرعات، على مستوى القوه، على مستوى الشراسه الهجوميه، فريق جيد جدا. شايف ازاي نقابل منتخب ساحل العاج، وازاي نفوز ان شاء الله عليه في دور ال 16؟ يعني اعتقد ان احنا كلنا شفنا الحقيقه يعني منتخب كوت ديفوار، الحقيقه انا في رايي ان افضل منتخب موجود في المسابقه لغايه دلوقتي، ان عنده كل المميزات بقى، عنده قوه والسرعه والمهاره والشغل الجماعي كمان والربط في الثلث الهجومي لا يعني عندهم لعيبه كبيره بشكل كبير جدا الحقيقه، وهيبقى مباراه صعبه جدا يا هاني، مباراه صعبه جدا جدا جدا. اقول لك حاجه يا هاني، انا في فترات بتفرج على المباراه حاسس ان فرقه كبيره بتلعب فرقه ناشئين، مع احترام لفريق الجزائر، منتخب الجزائر، يعني شوف منتخب الجزائر من الفرق المرشحه طبعا، المفروض كان من منتخب كبير، الفرق المرشحه للبطوله، منتخب كبير، فترات كتيره جدا في مباراه يا هاني، لا في تفوق كبير جدا 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 في القوه والسرعه والمهاره. المباراة صعبة جدا على منتخب مصر في الحالة اللي هو فيها، عشان ما نضحكش على نفسينا، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في كذا حاجة الحقيقة. أولا في وضع التشكيل، في إدارة 90 دقيقة بتتخيل بقى، بتتخلل الحقيقة إدارة 90 دقيقة التغييرات اللي بتتعمل، ده أنت بتيجي هاني عشان تنزل زيزو، وزيزو بيعمل الكورسات بشكل كويس قوي، ثم طلع مصطفى محمد اللي هو المفروض ميسو ان بيتعامل في ال 18 مع الكرات العرضيه، ففي حاجات كتيره مشكله عندنا. هل هو هيوفق في المباراه كوت ديفوار الحقيقه ان هو يحط تشكيل ويحط طريقه لعب مناسبه؟ هو طبعا احنا 10 ما عندناش دلوقتي من المستوى اللي هو عبد الله السعيد ادى فيه المباراتين الحقيقه اللي اشترك فيهم، انا في رايي ان احنا ما عندناش مركز 10، هو مضطر ان هو يلعب ب 4 3 3، بس مين بقى ال 4 3 3 دي؟ هي دي المشكله.
يعني انت عندك الثلاثه اللي فوق خلاص يمكن. هو ممكن جدا يا كابتن يعني يستفيد طبعا بوجود عنصر مهم جدا زي مثلا بنتكلم عمر مرموش، لعيب مميز ولعيب جيد جدا، لكن اعتقادي الشخصي ان هو كمان محتاج يريح شويه، يعني ممكن يكون ورقه رابحه، يعني ممكن يكون بديل، ممكن يكون اتفضل مش في حالته خالص يا هاني. يعني من اول مباراه لعبها لغايه دلوقتي عمر مرموش الحقيقه مش في حالته، دي حاجه. والحاجه الثانيه كمان انا في احساس ان هو يعني في لعب في منظره كتير وعاوز يدي كباري وعاوز، والكره اساسا مش ماشيه معاه. يعني المشكله ان الكره مش ماشيه معاه وهو عاوز يعمل حاجات زياده. انا النهارده خلاص في ثلاث مباريات انا ابتديت بيه وما ادانيش حاجه، فخلاص انا ممكن العب بمحمد صلاح والعب برمضان صبحي والعب بمصطفى محمد لو انت مستبعد محمد شريف، وتلعب يعني الحقيقه الثلاثه وسط الملعب. انا في رايي ان حمدي فتحي اتظلم في مباراه نيجيريا، لان حمدي فتحي كان موجود لوحده بيدافع، وكمان هو كمان كان مأخره مع نويتش ومع حجازي، بالتالي ما يقدرش يشيل وسط الملعب لوحده. عشان كده يمكن حمدي فتحي ما ظهرش في مباراه نيجيريا بمستوى حمدي فتحي وفورمة حمدي فتحي. انت لو لعبت حمدي فتحي ولعبت زيزو ولعبت مع احترامي كمان للنني كمان الثمانيه دي صعبه جدا، كمان لعبت امام عاشور، انا برايي ان هيعمل لك الحته دي بشكل قوي جدا. ال 100 متر دول 100 يارده هيعملوا له بشكل كويس، بيعرف يعمل مسانده هجوميه بتدخله في التسديد بيسدد بشكل قوي جدا، وبيعرف يدافع كمان، هيدافع مع ايمن اشرف. لكن احنا عندنا مشكله لما تلعب بالثلاثه النني ونلعب هنلعب بتريزيجيه ولا حد، لا انت ما عندكش مساندات تبقى على الجناب خالص. يعني لا حد بيسند مع الحقيقه عمر ولا حد بيسند مع ايمن اشرف، فبالتالي احنا عندنا التشكيل ان انت ممكن فعلا تجاريه، لانك انت لو انت حطيت تشكيل يعني وعاوز تصلحه في الشوط الثاني مش هتلحق. وفي مباراه كوت ديفوار والمباراه اللي جايه يا كابتن كمان المباراه اللي جايه مباراه النوك اوت، مباراه يعني لا تقبل القسم على اثنين، وان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل رغم كل اللي بنقوله، لكن انا على المستوى الشخصي متفائل. كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن، شكرا جزيلا.